مشاهدينا الأعزاء عشاق هذه الرياضة، تواصل شوطنا الخامس عشر بتعداد أشواط الفترة الصباحية وانطلاقة هذا الشوط، وتواصل سن اللقاية بهذا الملتقى الجميل بمحلي بالسباق المحلي العاشر، وهذه الانطلاقة من تواصل هذه الشعارات والأسماء المميزة وأيضا تحليق الشعارات على أرضية ميدان التحدي الذي نشهد هذا التحدي الجميل من هذه الأصائل المشاركة بنقل حي مباشر من قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الرياضة ولهذا الموروث الشعبي. نتواصل بالنداء مع أول المراكز ومع التزام من تلتزم بالقيادة الجميلة والريادة المميزة، الملكية الهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان من يقدم لنا التزام بعملية التضمير. ثاني المراكز التواجد من قبل المركز الثاني العنود من تنطلق على ثاني المراكز، عنود الصيد تتواصل لتصطاد أول المراكز وتنطلق بشعار هجن الشحانية. عملية التضمير لدى العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. ثالثا نشاهد تواجد الذخيرة لهجن الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يقدم لنا الذخيرة مع المركز الثالث، ويقدم لنا الوجبة الغارية مع المركز الرابع لهجن الشحانية برفقة المضمر سالم بن فاران المري، والمركز الخامس تواجد لشعار هجن الشحانية برفقة المضمر سالم بن فاران المري. ويبدو بأن الداودية من تنطلق على المركز أو بالفعل الوجبة من تنطلق على المركز الخامس. هذه الأسماء المميزة مع الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعيد لكم النداء بندائنا الثاني ليشاهد الأمور التي طرت وجرت على الصدارة، الأمور التي تغيرت مبكرا بندائنا الثاني. نشاهد الانطلاقة من قبل أول المراكز، الانطلاقة من قبل هذه القيادة الجميلة ومن قبل انطلاقة الوجبة أو الغارية، الغارية من شنت الغارة وانطلقت بشعار هجن الشحانية برفقة المضمر سالم بن فاران المري. ثاني المراكز تواجد العنود على المركز الثاني، لم يتغير مركزها العنود على ثاني المراكز لهجن الشحانية برفقة سلطان بن محمد الوهيبي. ثالث المراكز الداودية لهجن الشحانية برفقة المضمر سالم بن فاران المري، النقلة إلى المركز الرابع. أتابع تواجد الذخيرة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري من يدير بعملية التضمير، والمركز الخامس أشاهد التزام من كانت قائدة لزمام الأمور، تنطلق التزام مع ختام النداء لخمسة المراكز المتقدمة. هجن الشحانية هي المالكة والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري المضمر الصاعد يقدم لنا التزام مع المركز الخامس. هذه الخمسة الأسماء بندائنا الثاني أذعناه على مسامعكم بالوفاء والتمام، ولكن نعود ونتحول إلى الصدارة وإلى المقدمة ليشاهد الغارية من تقدم لنا هذه العروض الجميلة وحامل شعار هجن الشحانية وبرفقتها المضمر سالم بن فاران المري من يراقب الانطلاقة ويراقب تقدم الغارية مع الصدارة والمقدمة. تأتي العنود ثانيا وحامل أيضا شعار هجن الشحانية وبرفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. الداودية تتواجد على المركز الثالث وتنطلق بشعار هجن الشحانية وأيضا بتقديم المضمر سالم بن فاران المري والمركز الرابع. أتابع تواجد الدوحة ووصول الدوحة لأول نداء على الخمسة المراكز المتقدمة. هجن الشحانية هي المالكة، المضمر سالم بن فاران المري خامسا، تتواجد الذخيرة، تعود الملكية لهجن الشحانية برفقة المضمر سالم بن فاران المري. إذا نشاهد هذه الانطلاقة الجميلة ونشاهد هذا التواصل الرائع. إذا نعود ونتحول والعود أحمد إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى الانطلاقة المميزة من قبل هنالك الغارية من تنطلق مع الصدارة، تنطلق مع المقدمة
وتتواصل بهذا الانطلاق الجميل وبتقديم العروض الرائعة على أرضية هذا الميدان، وتفتتح وتقص الكيلومتر الأخير. تجاوزنا لافتة الكيلومتر الأخير وبدأت بالانطلاق الغارية، شنت الغارة الغارية وتواصلت مع هذا الانطلاق الجميل ومع المغادرة التامة عن بقية الأسماء المتواجدة. تتواجد الغارية وحامل شعار هجن الشيحانية المالكة، والمضمرة سالب بفاران المري عاشق الذهب والرموز، ومن أطلق عليه مسمى الذهبي يقدم لنا الغارية بتقدمها الجميل وبتواصلها الرائع مع الصدارة ومع الانطلاقة الأولى ثاني المراكز. أشاهد الملاحقة من قبل الداودية بنفس الملكية بنفس التضمير، هجن الشيحانية المالكة وسالب فاران المضمر، ولكن ثالثا أشاهد السعدية. أول النداء أو هنالك بالفعل السعدية لهجن الشيحانية محمد بن خالد العطية من يقدمها بعملية التضمير، ولكن أعود بحضراتكم إلى الغارية من تنطلق إلى خط النهاية معلنة بأنها بطلة هذا الشوط وأنها المتوجة وأنها بطلة قصة رواية هذا الشوط والحاصلة على أول المراكز والمنطلقة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. نهني هجن الشحانية كما نذهب بالثانية للمضمر سالب بن فاران المري من قدم لنا الغارية بهذا الشوط ومن سجل النقطة الرابعة بهذه الفترة الصباحية والسوبر هاتريك. إذا المركز الثاني كان الوصول من قبل الداودية لهجن الشحانية، ثالثا الوجبة لهجن الشحانية، رابعا السعدية لهجن الشحانية، خامسا كان الوصول من قبل الذخيرة لهجن الشحانية. هذه الأسماء الخمسة التي رافقتنا بمسيرتها الجميلة بهذا الشوط وبهذه المنافسة الشريفة وبهذه الانطلاقة الرائعة. نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الغارية. توقيت الزمني 7:50.90 من الثانية الثانية. التبريكات لهجن الشيحانية كما نهني سالم بن فاران المري. ثاني المراكز كان الوصول من قبل المركز الثاني الداودية. توقيت الزمن 7:54.74. نهني هجن الشيحانية كما نهني سالم بن فاران المري. الوجبة وصلت على المركز الثالث 7:55.58. الثانية لهجن الشيحانية، وأيضا نهني المضمر سالم بن فاران المري.